عاصفة شتوية محملة بأمطار وثلوج. قد يبدو ذلك أمراً عادياً في فبراير وفي الكثير من مدن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الموسم البارد، لكن ما حدث في عام 2021 من تراكم كبير للثلوج حول الحدث المناخي إلى كارثة لن تمحى آثارها بسهولة. فما الذي حدث؟ في 10 فبراير للعام 2021 وصلت العاصفة الشتوية أوري إلى عاصمة ولاية تكساس الأمريكية، وغطت الأمطار المتجمدة والرذاذ شمال ووسط الولاية مع بدء العاصفة. تراكم الجليد بما يصل إلى نصف بوصة في بعض المواقع قبل أن تتساقط الثلوج بكثافة وتسجل 5 بوصات في مطار دالاس فورت وورث الدولي و4.6 بوصة في مطار واكو الإقليمي، ووصلت إلى 6 بوصات في بعض المناطق. تعثرت سلاسل التوريد ما أثر على حصول 75% من السكان على الطعام، كما انقطعت خدمات المياه عن 63% منهم، فيما وجد العديد من السكان الظروف داخل منازلهم لا تطاق، مع انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 69% منها، حيث بلغت درجات الحرارة الداخلية درجة التجمد أو أقل، وارتفعت فواتير الكهرباء، وتلقى البعض فواتير تصل إلى 17,000 دولار، فيما حقق مزودو غاز الميثان أرباحاً تبلغ نحو 11 مليار دولار، حيث تمت جدولة دفعها لمدة تصل إلى 30 عاماً. أسهمت العاصفة في مقتل 210 أشخاص على الأقل وفقاً لوزارة الخدمات الصحية، وعزيت معظم الوفيات إلى انخفاض حرارة الجسم وحوادث المركبات والتسمم بأول أكسيد الكربون والحالات الطبية المزمنة التي تعقدها العاصفة. تكبدت الزراعة في تكساس خسائر تزيد على 608 ملايين دولار، وقدرت خسائر مربي الماشية بما يقرب من 228 مليون دولار، فيما قدرت الخسائر كلية بأكثر من 195 مليار دولار، مما يجعلها الكارثة الطبيعية الأكثر تكلفة في تاريخ تكساس.